صباح الخير يا مغرب، لديتو آخر الكلام. شادا مورنينغ مع كريم حضري من سبعة تورجي الصباح على شادا FM. إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب يتجاوز الأسبوع 120، 4 أشهر من الإضرابات ومقاطعة الدراسة والاحتجاجات، والصمت مستمر من قبل الحكومة والوزارتين الوصيتين، وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة. في الأثناء الطلبة يصعدون وبالإضراب يتشبتون وللاحتجاج يخرجون من جديد. الموسم الدراسي والجامعي مهدد بالسقوط، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش يتشبت بالدراسة ويقول أن لا سنة بيضاء ممكنة في الأفق. بين هذا وذاك، أباء وأمهات طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب يدخلون على الخط من خلال تنسيقية جديدة تصطف إلى جانب الطلبة وتدعمهم فيما أسمته معركتهم النضالية. سؤالنا البسيط هذا اليوم، إلى متى؟ هل هي معركة تكسير عظام جديدة سياسية سياسوية تلعب فيها الحكومة المغربية بالنار وتغامر وتراهن بمستقبل مئات وآلاف طلبة الطب في المغرب، أم أنه تعنت وسوء تقدير من قبل الطلبة؟ قد يكون هذا وقد يكون ذلك، لكن في نهاية المطاف المسؤولية الأهم والأكبر تقع على الحكومة وعلى رئاسة الحكومة، لأنها هي الضامن لاستقرار البلاد واستمرار هذه المؤسسات بعد المؤسسة الملكية، وهذا شأن لا يمكن رفعه للقصر الملكي من جديد، بل يجب حله على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر حكومتنا وسياسيون في نهج سياسة النعامة أو الآذان الصماء وإثارة ظهورهم للطلبة المحتجين. لا يمكن إثارة الظهور للطلبة والتغاضي عن احتجاجهم وشد الحبل معهم أو حتى تكسير العظام. فالمسؤولية السياسية، وأقول هنا المسؤولية السياسية وأسطر تحتها كثيرا وليس المسؤولية الإدارية المؤسساتية، المسؤولية السياسية ومعها المجتمعية، تطلب وتتطلب من الفاعل السياسي، من الوزراء ومن الحكومة ورئيسها التدخل من أجل إيجاد حل توافقي مع الطلبة، من أجل إقناعهم بمرجوع للدراسة والتكوين، حتى لا ننتج أزمة اجتماعية ومجتمعية جديدة يكون من ضحاياها عشرات أو ربما مئات الطلبة. أما سياسة التخويف والترهيب والقمع والإيقاف والمتابعات في حق بعض ممثلي الطلبة، في من العيب ومن المؤسف ومن المحبط جدا أن تكون سياسة للدولة ونحن في العام 2024. نتمنى أن يتحرك عزيز أخنوش سريعا، نتمنى أن يتفاعل عبد اللطيف المراوي وزير التعليم العالي وخالد أيت طالب وزير الصحة بشكل سريع من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة التي تكبر مثل كرة الثلج ولا نعرف متى تنفجر ولا في وجه من. ختاما، هذا كريم حضري يحييكم، أطيب المنى وإلى الملتقى.